قدم الدكتور عمار جبر خليل محافظ صلاح الدين خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بحضور وزير المالية فؤاد حسين اعتراض حكومة المحافظة على حصتها المخصصة لها في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، كونها لا تلبي حاجتها، خصوصا وأن أغلب مدنها تعرضت للتدمير بعد احتلال داعش الإرهابي لها، بالإضافة إلى تهالك الكثير من البنى التحتية فيها. محافظ صلاح الدين بيّن أن أمامنا خيارين للتعامل مع هذه الموازنة، فإما تتم زيادة المبالغ المخصصة للمحافظة أو سنضطر لرفضها رغم أنها ستؤثر سلبا في عملنا لخدمة أبناء صلاح الدين، ولكن لأننا نطمح في تقديم الأفضل لمحافظتنا نرى أن من واجبنا أن ندافع عن حقوقها ونصون الأمانة التي تحملناها.